اليوم وزارة الخارجية غادي تطلق واحد العملية ديال مركز اتصال، ان سونتر دابيل اللي غيكون مع مغاربة العالم. هاد مركز الاتصال ولا هاد لو سونتر دابيل كيجي في اطار تطبيق تعليمات جلالة الملك محمد السادس لصنه الله لتقديم الخدمات، تحسين الخدمات الجالية ومحاولة يعني تجويد كذلك العلاقة ما بين القنصليات والجالية المغربية. فهذا الإطار، هذا المركز غادي يكون عنده 3 المهام. أولا بأنه غيجاوب على كاع الأسئلة اللي كيطرحوها المغاربة من خلال واحد الأرقام اللي غتكون رقم خاص من بعد 7 ولا 8 دول اللي فيها تقريبا 80% من المغاربة، وغيكون رقم آخر بالنسبة للدول الأخرى. وهذا غيخلي أن الوقت ديال الانتظار وبأن الجواب على أي مكالمة يكون بسرعة، لأن غيكون أشخاص اللي مدربين باش يجاوبوا. النقطة الثانية هو أنه غيساهم في خلق الشفافية، لأن غيولي الواحد لما يتصل غيولي ياخذ المعطيات حول الملف ديالو، المعطيات حول الوثائق اللي محتاجها باش يدير بطاقة وطنية ولا باسبور ولا أي وثيقة أخرى. ما يبقاش كل مركز يعطي وثائق مختلفة ولا ينسوا له وثيقة وحتى يجي عادي 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 يقولوا له لا للأسف الملف ما كملش. ما تبقاش داك القضية كذلك ديال أن المغربي يحتاج اللي في الخارج يحتاج يوقف العمل ديالو وياخد إذا كان بعيد على القنصلية يضيع نهار باش يلاه يجي يقول أنا راه بغيت لاكارت ناسيونال شنو هما الوثائق اللي خصني. لا، غيولي بواحد الطريقة ملي غيعيط في التليفون غادي يبداو يجيوه الوثائق ويجيب الملف ديالو واجد. ما غيبقى حتى شي واحد يقول له عندك وثيقة ناقصة، لا هذه راه ما قلناها لكش، لا هذه ما كنتيش عارفها. وهذا كيخلق مجموعة من المشاكل وكيؤدي حتى لبعض الظواهر اللي هي ما مزياناش في التعامل ما بين القنصلية والمواطنين المغاربة. كيولي الشخص اللي كيجيب الوثائق بالملف ديالو كامل بحال اللي تقال له في المركز الاتصال كيجي خصو ياخذ الوثائق ديالو. هذا غيمكننا كذلك حتى من نعطيو للمواطن الامكانيه باش يتبع الملف ديالو فين وصل. واش الملف ديال جواز السفر كمل، واش مازال ما كملش، واش تقبل، واش مازال ما تقبلش. هذه كلها عناصر اللي غادي تحسن من جودة الخدمات وغادي ترفع من وتيرة التواصل ما بين القنصليات والجالية المغربية. الأساسي في هذا الشيء هذا هو أن هناك هدف، هو أن تحسين الخدمات. هناك هدف هو أن بعض الظواهر اللي كانت في القنصليات ما تبقاش، وكاين هناك تعليمات واضحة للتعامل معها بالصرامة اللازمة. ولكن في نفس الوقت كاين هناك بعض المعطيات اللي بان بان المغربي كيعيط في التليفون للقنصليه يمكن نهار كامل ما كانش اللي كيجاوبه. كان المغربي كيمكن له حتى لا جاوبه شي واحد ما كيعطيش المعلومه اللي خص. كان شي مرات يمكن له يعيط لثلاثه الناس في القنصليه كل واحد يعطيه جواب في شكل، وكيجي هو ما كيبقاش عارف شنو هي الوثائق اللي عنده، هادشي لا جاوبه. ومنين كيجي كيقولوا لا هاد الوثيقه راه ناقصه، لا قال لك هذا، لا داك انا ما كيعرفش، ها الوثائق اللي خصك. هادشي هذا خصنا نساليو معاه، ما خصوش يكون. اليوم كاين مرجع واحد هو الدليل القنصلي اللي عند المركز ديال الاتصال واللي عند الموظفين. منين المغربي كيعيط خصو يلقى اللي يجاوبه، ومنين يلقى اللي يجاوبه خصو يعطيه المعلومه صحيحه، ومنين يمشي للقنصليه بداك المعطيات وبداك الوثائق اللي خصو ياخذ خدمه دو كاليتي وبالسرعه الضروريه. هذا هو الهدف من هذا الشيء هذا كامل. هذه تجربه نتمنى انها تساهم، نتمنى انها يعني غتكون في البدايه ديالها يمكن يكونوا شي صعوبات في الاول، ولكن الهدف هو اننا بسرعه ندوزو لواحد الحاله اللي مغربي في شي بلاصه ما كاينش مركز قنصلي يهز التليفون ديالو يلقى اللي يجاوبو يعطيه الوثائق اللي خصو ويمشي بداك الوثائق ويحصل على الخدمه اللي المفروض تعطى عليه.